تعالوا بقى نتعرف على حالة الطقس النهاردة، وبيتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن الطقس يكون بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وكمان شمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء، مائل للبرودة على جنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء. طيب خلونا نعرف كده بالتفاصيل درجات الحرارة هيكون شكلها إيه النهاردة في بعض محافظات الجمهورية، ونبدأ من القاهرة ودرجة الحرارة 15-7، بالنسبة للإسكندرية 15-8، الإسماعيلية 16-6، الدقهلية النهاردة كمان 15-7، بالنسبة للغردقة 20-12، وأخيرا المنيا 17-4. تعالوا كمان نشوف بعض العواصم العربية والعالمية أخبار درجات الحرارة فيهم إيه النهاردة، ونروح للرياض ودرجة الحرارة عندهم 21-9 بالنسبة لأبو ظبي، 21-18، أما أنقرة 3 تحت الصفر و8 تحت الصفر، لندن 6-2، واشنطن 4-5 تحت الصفر، وأخيرا بكين 1-5 تحت الصفر.